لا أزمة الدولار في لبنان، والمصارف اللبنانية تلبي طلب عملائها من العملة الخضراء. هذا ما أكده حاكم مصرف لبنان رياض سلام في مؤتمر صحفي عقده في المصرف حول تحفيز التسييف للقطاع الصناعي. أنا مرتاح، أنتوا قليل، الدولار متوفر بلبنان، والكلام عن أنه اللي عم نشوفه بتواصل اجتماعي بوسائل التواصل الاجتماعي أو أحياناً بالإعلام مضخم وله أهدافه، إنما الدولار متوفر بالقطاع المصرفي اللبناني، والمصارف عم تلبي طلبات الزبائن. الإجراءات اللي أخذوها على الآلات الدافعة هي إجراءات كل مصرف عنده سياسته، ولكن بعد متوفر الدولار الورقي بالاي تي ام، في يمكن مش بكل المصارف بس بمعظم المصارف. نحن بهمنا هو فعلا السيولة بالدولار اللي موجودة بالقطاع المصرفي، وهالشي منأكد عليه انها موجودة ومتوفرة، والزباين بتقدر على كونتورات البنوك تعمل العمليات اللي ما بتعملها، اللي ما بتقدر تعملها بالاي تي ام ببعض المصارف. ومصرف لبنان عنده موجوداته بالدولار اللي هي بتفيق 38 مليار و500. سلامي رد على سؤال عن ماهية زيارة مساعد وزير الخزانة الامريكي مارشيل بلينكسلي. زيارته مرحب فيها، وبالعكس يعني ما جاي لهون يضيق على لبنان، جاي يشوفنا ويفسرلنا شو الدوافع اللي عندهم إياها لاتخاذ هيك إجراءات. لأن بتعرف إنه اليوم إذا بدو ياخدوا إجراءات بياخدوها من واشنطن، ما ضروري يجي على بيروت ليعمل هالشي. هلا أنا يعني نحنا على تواصل دائما مع الخزينة، وبهمنا لمصلحة لبنان أنه يكون عندنا علاقات جيدة. وفيما يتعلق بالمعلومات المتداولة عن إدراج أسماء مصارف لبنانية في لائحة العقوبات الأمريكية، قال سلامي: في بعض الإعلام أخذ محل وزارة الخزينة الأمريكية وصار يدرج هو أسماء. وزير الصناعة وائل أبو فاعور أكد أن العلاج الاقتصادي هو مسؤولية الحكومة، وتطرق إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا. كان هناك حالة من عدم اليقين حول صدر، حول أعم من صدر الدعم الدولي للبنان. عاد بجواب واضح رئيس الحكومة أن الدعم مستمر، صدر مستمر، وبالتالي المطلوب على اللبنانيين أن يقوموا بما عليهم. انتهى المؤتمر الصحفي، ولكن كان لابد من سؤال سلام حول مصير قروض الإسكان بعد أن سلكت قروض الإنتاج الصناعي طريقها. موجود اليوم بالسوق المصارف حتى طلبت تستعمل 280 ما يساوي 280 مليون دولار بدعم من مصرف لبنان، وفي 100 مليون دولار أيضا القروض للمغتربين. هيدول كلهم عم بيروحوا للإسكان، إضافة أنه دولة الكويت كمان رصدت مبلغ يساوي 167 مليون دولار للإسكان، ورح يكونوا مدعومين أيضا. وعن إضراب مستوردي وأصحاب محطات البنزين، رأى سلامي أن الحل يجب أن يكون بين الصرافين أنفسهم والمضربين، ولا شأن لمصرف لبنان في ذلك.